الشخص الذي يمتلك شخصية مملة لا يعرف بالضرورة أنه ممل، ولكن بالعكس فهو يعتقد أن الجميع يرغب بالاستماع إليه وهو يروي قصصه المملة، ولذلك من الصعب أن يحدد هذه الصفة بداخله ويحتاج إلى علامات تدله على ذلك. ونحن هنا لنساعدك لتتعرف على ما إذا كنت شخصا مملا في نظر الآخرين أم لا، فابقى معنا. لتعرف كيف ينظر إليك الآخرين عليك تعلم ملاحظة من تتحدث إليهم وملاحظة نفسك كذلك، فهناك علامات في لغة الجسد تبين حقيقة شخصيتك المملة وملل الآخرين من حديثك، وإليك بعض القواعد التي يجب أن تهتم بها. أول علامة، اتجاه العيون. عندما تتحدث مع شخص أو عدة أشخاص عليك النظر إلى العيون، فإن وجدت العين تتحرك في أرجاء الغرفة أو تركز في شيء ما بعيدا عنك فاعلم جيدا أنك شخصية مملة في هذه اللحظة، خاصة لو وجدت العين تنظر إلى مخرج الغرفة وكأنه يبحث عن خطة للهرب، وعليك بتغيير حديثك أو الصمت والسماح للمستمع بالكلام أو الرحيل. تاني علامة هي اتجاه الأقدام. لو وجدت قدم المستمع تتجه إلى خارج الطاولة أو المساحة التي تجلسون عليها فإنه بالتأكيد غير مهتم أبدا بالحديث والجلوس معه، بعكس من تشير قدمه إلى الداخل ويجلس بشكل مريح فإنه مستمتع ومنجذب للحديث معك. تالت علامة، مدى التركيز. من أهم المظاهر للتحدث مع شخصية مملة هو قلة التركيز بالحديث، فإن وجدت المستمع لا يشاركك نفس الشغف عن موضوع الحديث فأنت بالتأكيد ممل في نظري. لو كان يصدر بعض الهمهمات من حين لآخر بغض النظر عما تقول أو لا يحاول إيقافك وسؤالك عن نقطة معينة أو يبدي رأيه، كلها إشارات واضحة عن وجوب تغييرك للموضوع أو صمتك. كما يجب التفرقة بين الحديث المثير بين جميع الأطراف والجمل المهذبة التي تقال فقط لعدم إحراج المتكلم، بمعنى إن وجدت جميع العبارات على حديثك تبدو مهذبة مثل نعم جميل أو نعم معك حق، يجب أن تعي أنك شخصية مملة. العلامة الرابعة، تغيير الموضوع فجأة. إن كنت تتحدث مع صديق وقرر فجأة تغيير الموضوع إلى موضوع آخر لا تحاول إعادته إلى الموضوع الأول لأنه بالتأكيد قد شعر بالملل، عليك مجاراته إلى الموضوع الجديد حتى لا تكون شخصية مملة. ومن ناحية أخرى لا تفترض أن من لا يقاطعك أبدا في الحديث هو شخص مركز ومهتم بما تقوله، بل على الأغلب هو يشعر بالضجر الشديد فقرر ألا يقاطعك ويسرح هو بخياله بعيدا. خامس علامة، عدم الرغبة في الخروج معك. فإن لاحظت أن عائلتك أو أصدقائك لا يستمتعون بالخروج معك فأنت بالتأكيد تفعل أمر خاطئ، قد يكون الملل ناتج عن خطأ اختيار المكان أو حذرك المبالغ فيه أو عدم الوعي بما يحبه الآخرون. ولكن لا تيأس، أنت تستطيع أن تصبح شخصية جاذبة وغير مملة، فأنت لا تحتاج لقوة خارقة أو السفر لمسافات بعيدة، بل عليك أن تعرف نفسك جيدا وتتمتع بثقة في نفسك وتلاحظ النقاط الآتية. فعليك التعامل بشخصيتك الحقيقية. الشخصية التي لا تعرف نفسها هي شخصية مملة لا يرغب الآخرين بمجاورة من لا يستطيع التعرف والتعبير عن ذاته. تعرف على مميزاتك وعيوبك واعرف جيدا المواضيع التي تبرع في الكلام عنها، وبذلك ستوفر للآخرين رؤية شخصيتك المختلفة ويبدأ فضولهم لمعرفتك أكثر والاستمتاع معك. التميز هو تضاد الملل، فتميز في التعامل مع الأصدقاء وتميز في التعامل مع أطفالك بطريقة ممتعة وشيقة دائما، وستنجح في امتلاك شخصية غير مملة أبدا. ولا تتحدث عن تخيلاتك وأوهامك، فقد أظهرت دراسات حديثة أن الحديث عن الأحلام والتخيلات يعتبر مللا لأغلب المستمعين، فالقليل ممن يحبونك ويهتمون لأمرك هم فقط من سيستمتعون بالحديث عن حياتك وطموحاتك،
فلا تتحدث عنهم إلا إذا طلب منك أو تثق في اهتمام من يستمع إليك. وآخر نقطة لتصبح شخصية جذابة، تحدث عما يريد المستمع. اهتمامات المستمع هي الأهم، وهي من تنقي الحديث من الملل. فمثلا إذا كنت تتحدث مع شخص يهتم بالتاريخ، سيكون التاريخ هو الموضوع الأهم والجذاب، خاصة لو لديك معلومات مميزة عن حقب تاريخية قديمة. ثم أترك له المجال ليتحدث هو أولا عن شغفه، وحين يأتي دورك لن تكون ممل أبدا، لأنك وجدت جسر مشترك في بداية الكلام. وأخيرا، توجد دراسة مؤكدة بعام 2009 أظهرت أن الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بالشخصية المملة هم الأكثر عرضة للتعرض للموت في سن صغير. ولذلك كن على استعداد لتغيير تلك الصفة في حياتك، من أجل نفسك ومن أجل من حولك. شكرا لاستماعكم، أتمنى الحصول على دعمكم وتضغطوا لايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا.